غدا هو يوم المغفرة الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة. ترى يوم عرفة اللي هو بكرة أعظم من يوم عاشوراء، وأعظم من جميع أيام رمضان، وأعظم من أيام عشر ذي الحجة كلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة اللي هو بكرة. يعني السنة أكثر من 360 يوم، أحسن وأفضل وأجمل وأعظم وأكبر وأحب يوم إلى الله تعالى من هذه الأيام كلها هو يوم عرفة الذي نصبح عليه غدا بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول ما رؤي الشيء